السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر KG2 ترم 2 او الترم الثاني، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض شابتر 2 او الفصل الثاني Stories We Tell in Art. Stories يعني قصص، we tell احنا بنخبرها، نحن نخبرها، احنا بنقولها، in art، in art في الفن، وطبعا ده في المحور الرابع communication، communication او التواصل، الاتصال. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. stories We tell in art. طبعا هنا الشابتر ده بيوضح لنا ازاي احنا ممكن نستخدم الارت او الفن في ان احنا نحكي قصص عن طريق ان احنا نرسم لوحات بشكل معين، ازاي نكتب قصص كمان وبعد كده نرسم صور توضح القصص دي وتخليها ممتعة اكتر. واول صفحة في شابتر 2 هي page 65 او صفحة 65، وعنوانها Sarah gets a present. يعني سارة بتحصل على هدية. present هنا بمعنى هدية، و gets هنا يعني تحصل على. Sarah gets a present يعني سارة بتحصل على هدية. وهنا بيقول لنا read the story. read يعني اقرأ، the story القصة. فأول صورة يا أصحابي فيها صديقتنا سارة، هي بتفتح الهدية بتاعتها ومكتوب تحت منها Sarah has a present. Sarah has يعني سارة لديها a present هدية. Sarah is very excited. excited يعني فرحان، يبقى very excited يعني فرحان جدا، يبقى Sarah has a present. Sarah is very excited. الصورة التانية يا أصحابي هي طلعت ال present أو الهدية من الغلاف بتاعها زي ما شفنا من شوية، وهي مكتوب تحت منها هنا the present is an art kit. Art kit يعني حافظة الأدوات الفنية. kit يعني حافظة، وممكن تيجي بمعنى عدة وممكن تيجي بمعنى أدوات، بس هي هنا الحافظة بتاعت الأدوات الفنية، يبقى art kit هي حافظة الأدوات الفنية. بيبقى عبارة عن bag أو عبارة عن بوكس كده. الباج أو البوكس ده بنحط فيه التولز بتاعتنا والحاجات اللي احنا بنستخدمها واحنا بنعمل الارت ثينكس او الاشياء الفنية اللي احنا بنحب نعملها. وبيقول لنا كمان سارة will put يعني سارة سوف تضع، will يعني سوف، وput يعني يضع، art supplies. art supplies يعني الادوات الفنية in the kit في الحافظة. يبقى مرة تانية the present is an art kit. سارة will put art supplies in the art kit. وفي الصورة التالتة يا أصحابي في كراس هنا، تقريبا كراسة رسم أو كراسة عادية، ومكتوب عليها سارة ومرسوم عليها شوية صور جميلة كده، ومكتوب تحت منها there is another. another يعني آخر. present يعني هدية، يبقى another present يعني هدية أخرى. to too يعني أيضا. to too اللي هي to دي معناها أيضا، مش زي to اللي هي to بس يعني إلى، لكن to too يعني أيضا. فمرة تانية there is another present to يعني هناك هدية أخرى أيضا. ومكتوب في السطر الثاني the present is a journal. the present الهدية is a journal. journal يعني كراسة، وبتيجي كمان بمعنى دفتر ممكن نرسم فيه، وبتيجي كمان بمعنى مجلة أزياء. هنا هي معناها كراسة رسم. يبقى مرة تانية there is another present too. the present is a journal. وآخر صورة يا أصحابي فيها صديقتنا سارة وهي واقفة، ومكتوب تحت منها what will Sarah do. what will Sarah do يعني ما الذي سوف تفعله سارة. سارة هتعمل ايه with her presents. with her presents بالهدايا بتاعتها. وتعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا.
ونوصل لبيج 66 أو صفحة 66 وعنوانها Colorful Art. Colorful يعني ملون، Art يعني فن، يبقى Colorful Art يعني الفن الملون. ومكتوب هنا أصحابي Fill in يعني املأ، 3 shades يعني 3 ظلال، shades اللي هي الظلال. طبعا أي لون في الدنيا يا أصحابي في درجات منه، في الفاتح منه وفي الغامق شوية وفي الغامق جدا، دي اسمها shades أو الظلال. يعني مثلا لو قلت لك هات اللون الأخضر، اعمل لي لون أخضر فاتح، فأنت هتجيب اللون الأخضر وهتلون منه على ورقة بيضة مثلا، وهتستخدم أكتر درجة فاتحة، وهتستخدم أكتر لون أخضر فاتح عندك، يعني هتجيب اللون الأخضر الفاتح خالص وتستخدمه. ولو قلت لك أنا عايز اللون يكون متوسط، يعني لا فاتح قوي ولا غامق قوي، فهتستخدم الدرجة الأغمق شوية من الدرجة الأولانية وهتلون بيها الشيد التاني أو الظل التاني. طب لو قلت لك أنا عايز أغمق درجة من اللون الأخضر، فانت هتجيب اغمق لون عندك يكون لونه اخضر يعني، وهتستخدمه بحيث ان انت تجيب اغمق درجة من اللون الاخضر، دي اسمها shades او ظلال، ظلال الخاصة باللون نفسه. اي لون في الدنيا في درجات، في فاتح وفي متوسط وفي غامق. فهنا بيقول لك follow the shades of blue، يعني اتبع الظلال بتاعة اللون الازرق اللي هو حاطته لك فوق، from light من الفاتح، to medium للمتوسط، to dark للغامق. يعني احنا هنختار لون من الالوان وهنحط تحت الازرق الغامق ده درجة اللون اللي احنا نختاره في اغمق حاجة، وبعدين هنحط تحت medium blue ده او اللون الازرق المتوسط ده الدرجة بتاعة اللون اللي احنا اخترناه في الشكل المتوسط بتاعها، وهنحط تحت light blue او الازرق الفاتح ده اللون اللي احنا اخترناه في افتح درجة ليه. طب هنا مكتوب يقول لنا How is color used on the elephant؟ How is color used on، كيف تم استخدام اللون on the elephant، on the elephant على الصورة الخاصة بالفيل ده، استخدموا اللون ازاي؟ والسؤال ده اصحابي الغرض منه ان احنا نبص ونشوف بعنينا الالوان الموجودة على صورة الفيل، ونعرف ازاي ان احنا ممكن نعمل ديكوريشن او تزيين للصور عن طريق استخدام الكالرز او الالوان المختلفة. علشان كده بيطلب منك بعد كده وبيقولك make your own colorful art with the butterfly. make your own colorful art يعني اعمل الفن الملون الخاص بيك انت بقى with the butterfly، يعني مستخدما صورة الفراشة اللي موجودة تحت دي، butterfly يعني فراشة. يبقى هو الاول سألك وقالك ازاي الالوان مستخدمة على صورة الفيل ده، وبعدين بيطلب منك وبيقولك بقى اعمل انت الفن بتاعك الملون على الصورة الخاصة بالبترفلاي او الفراشة الجميلة دي. تعالوا نقراهم مرة تانية. How is color used on the elephant؟ Make your own colorful art with the butterfly. المفروض ان احنا هنلون البترفلاي دي ونخليها في احلى شكل ممكن نقدر نخليها فيه باستخدام الالوان بتاعتنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي، ونوصل لبيج 67 او صفحة 67 وعنوانها Sarah needs help. Sarah needs help يعني سارة بتحتاج للمساعدة، needs help يعني يحتاج الى المساعدة. وبيقول لنا هنا read، اقرأ، the letter، letter يعني الخطاب، the letter الخطاب، what should Sarah do، what should، ما الذي ينبغي على سارة ان تفعله، should يعني ينبغي، المفروض هي تعمل ايه، يبقى what should Sarah do، ما الذي ينبغي على سارة ان تفعله، المفروض هي تعمل ايه. فمكتوب هنا في الليتر ده يا اصحابي، بالليتر ده جاي لنا من سارة بتقول لنا hello يعني اهلا، my friends يا اصحابي، hello my friends اهلا يا اصحابي، did you hear I got a present، did you hear، هل سمعتم، I got a present انا حصلت على هدية، I got a journal انا حصلت على كراسة، I like writing stories انا احب ان اكتب القصص،
in my journal, in my journal في الكراسة بتاعتي. I also got an art cat. I also أنا أيضا, also يعني أيضا, got حصلت على an art kit اللي هي حافظة الأدوات الفنية. يبقى I also got an art kit, أنا أيضا حصلت على حافظة الأدوات الفنية. I need your help, I need your help, أنا محتاجة مساعدتكو. What should I put, ما الذي ينبغي علي أن أضع, in my art kit, in my art kit في الحقيبة بتاعت الأدوات الفنية بتاعتي. Do you have any ideas, do you have any ideas, هل لديكم أي آراء, أي أفكار, ideas يعني أفكار أو آراء. ومكتوب في الآخر هنا سارة, سارة يعني اللي بعت الجواب ده اسمه سارة اللي هي صديقتنا سارة. يعني مفروض ان احنا نساعد سارة يا اصحابي في ان احنا نقول لها تحط ايه في الارت كات بتاعتها. تعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكوا معي ونوصل لبيج 68 او صفحة 68 وعنوانها دير سارة. دير يعني عزيزتي او عزيزي, دير سارة يعني عزيزتي سارة. وطبعا يا أصحابي دي البداية اللي بتكون موجودة في أي جواب في أي لتر في الدنيا. لما حد يبعت لنا لتر ويطلب مننا حاجة أو يكلمنا عن حاجة, إحنا بنرد عليه بلتر تاني أو بجواب تاني. فبنبدأ اللتر أو الجواب بدير, دير يعني عزيزي أو عزيزتي, وبنكتب اسمه بعد كده. فهو هنا بنرد على سارة فبنقول لها دير سارة عزيزتي سارة. وبيقول لنا هنا help سارة يعني ساعد سارة. What should Sarah put in her art kit? What should Sarah put in her art kit? يعني ما الذي ينبغي على سارة ان هي تحطه في الارت كيت بتاعتها او في حقيبة الادوات الفنية. فهنا بيقول لنا دير سارة عزيزتي سارة, احنا بنرد عليها بقى في جواب تاني بنحاول نساعدها ونقول لها تحط ايه في الارت كيت بتاعتها. فالليتر هنا بيقول دير سارة عزيزتي سارة, ومفروض ان هي بعتلنا جواب وسألتنا عن افكارنا وقالت لنا عندكم اي ideas او اي افكار تقدروا تساعدوني بيها. فهنرد عليها هنا ونقول لها thank you for asking. thank you for asking يعني شكرا ان انت سألتينا. thank you for asking, شكرا لك على السؤال. وبعدين بنقول لها هنا I will, I will يعني انا سوف. وبعدين هنكتب هنا help, help you, help you يعني سوف أساعدك. يبقى I will help you يعني أنا سوف أساعدك. وبنحاول نعرفها يعني إيه art kit, art kit أو حقيبة الأدوات الفنية. فبنقول لها an art kit is, an art kit is حقيبة الأدوات الفنية هي a bag or box keeps your art supplies. a bag or a box keeps your art supplies, هي شنطة أو صندوق بتحفظ الـ art supplies بتاعتك أو الأدوات الفنية بتاعتك. يبقى مرة تانية an art kit is a bag or a box keeps your art supplies. ومطلوب مننا هنا يا أصحابي إن احنا نرسم صورة للـ art supplies أو الأدوات الفنية اللي ممكن سارة تحطها في الـ art kit بتاعتها أو في حقيبة الأدوات الفنية بتاعتها. فاحنا بنقول لها هنا look, انظري, at my pictures, at my pictures على الصور بتاعتي. this is what you need in your kit, this is what you need in your kit يعني دي الحاجات اللي انت محتاجاها في الارت كيت بتاعتك او في حقيبة الادوات الفنية بتاعتك. فهنرسم هنا صور مثلا البنسلز والكريونز او اقلام الرصاص واقلام التلوين والاريزر, الاريزر او الممحاة او الاستيكة, واي حاجة ممكن تخطر في بالكو تانية ممكن تستخدموها وتحطوها في الارت كيت او في حقيبة الادوات الفنية بتاعتكو. وفي الاخر هنا تحت سايب لنا مكان تكتب فيه اسمنا علشان نقول لها ان احنا اللي بعتين لك الجواب ده, فكل واحد هيكتب اسمه في المكان ده. وبكده نكون ردينا على سارة وبعتنا لها letter بنساعدها فيه تحط ايه او what should she put in her art kit او هي المفروض تحط ايه في الارت كيت او في حقيبة الادوات الفنية بتاعتها. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو اعجبك الدرس اعمل لايك,
اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.